أعلن الرئيس التونسي منصف المرزوق الحداد في البلاد 3 أيام بعد مقتل 9 جنود تونسيين في هجوم نفذته مجموعة مسلحة في جبل الشعامبي بولاية القصرين على الحدود مع الجزائر. ووصف المرزوق الحادث بالهجوم الإرهابي، وقال في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي عبر التلفزيون الرسمي إن تونس مستهدفة في نظامها السياسي وفي ثورتها وفي إسلامها، داعين الطبقة السياسية إلى العودة إلى الحوار لأن البلاد مهددة. أن الإرهابيين حققوا نصف الهدف متاعهم، هل سنسمح لهم الآن باش يحققوا نصف الهدف الآخر؟ هل سنسمح لهم باش يزيدوا في هالفرقة وفي هالبلبلة وفي هالفوضى؟ هل سنسمح لهم بتدمير الدولة من الداخل؟ هل سنسمح لهم بأن يجيشوا جزء من الشعب ضد جزء آخر؟ وعثرت السلطات العسكرية على جثث الجنود وهم عراة بعدما جردوا من ملابسهم وجرى التنكيل بجثث بعضهم. وقالت مصادر أمنية إن مسلحين قتلوا الجنود ثم ذبحوهم واستولوا على أسلحتهم وملابسهم العسكرية، في حين أصيب 4 عسكريين آخرين بجروح طفيفة في كمين آخر نصبه لهم المسلحون الذين يرجح انتمائهم إلى تنظيم القاعدة. وفور شيوع نبأ مقتل الجنود تجمع سكان من القصرين أمام مستشفى المدينة مرددين شعارات معادية لرئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة. وتظاهر الآلاف ليلة الاثنين الثلاثاء أمام مقر المجلس التأسيسي للمطالبة بحله وإسقاط الحكومة وتأليف حكومة إنقاذ وطني. في غضون ذلك أعلنت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية رفضها مطالب المعارضة بالاستقالة وبحل المجلس التأسيسي وتأليف حكومة إنقاذ وطني إثر اغتيال الإبراهيمي.